تعالى وبركاته أستاذ، تحياتي لك وتحياتي لكل متابعينك. الله يبارك فيك، الله يحييك إن شاء الله. مرحبا بك، مرحبا بك. أنا على يقين أن هناك ملايين من الجزائريين متأثرين أولاً لاعتقالك، ومنتظرين أن يروك وأن يشاهدوك وأن يسمعوك. والحقيقة أن هناك باختصار بسيط الرسائل اللي شفتها، يعني نقدر نقول مئات الرسائل، سواء اللي جات على الواتساب أو على الفيسبوك أو على التويتر أو على أي جهة، أو على التليفون بطبيعة الحال، إيميل، ناس تسأل والناس يريدون أن يعرفوا أول ما حدث ويسألوا عليك ويسألوا على أوضاعك. أنت الآن في مركز فالنسيا، معتقل للمعتقلين، راك موجود فيه منذ متى؟ نعم. منذ متى؟ من يوم الأربعاء مساء، من يوم الأربعاء مساء، وأنا متواجد في مركز الترحيل، مركز ترحيل المهاجرين بإسبانيا، بالضبط في فالنسيا. في فالنسيا. دوك وين، كيف اعتقلت في إسبانيا؟ وأين ومتى؟ تم اعتقالي في مدينة ساراغوسا على السابعة الرابعة صباحا. كنت في سيارة خاصة مع صديق، وتم اعتقالي على الساعة الرابعة صباحا. طبعا كانت هناك سيارة تبع فينا من نوع تروسيكات مدنية تابعة للشرطة، لأنها بعدها استاسيونت مورانا في البراج وراحت معنا حتى للكوميسارية. طريقة الاعتقال اللي اعتقلوني بها كانت شوية طريقة عنف، وكانوا حتى وجهوا لي سلاح الى وجهي، وكان ناوي، كان يعني كان ناوي انه كان يتيري. هذه راكم كنتوا في لوطوروت، يعني كنتوا داخلين ساراغوسا، يعني كما يقولوا ساراغوسا. كنا في لوطوروت طالعين ساراغوسا، طالعين برشلون، طالعين برشلون، لكن كنتوا اقرب مدينه لكم كانت هي ساراغوسا. نعم، اقرب مدينه لنا كانت هي ساراغوسا. اللي اعتقلوكم هما مسلحين، لكن الاخرين، واحد اخرين بوليسيه، كانوا وراهم ايضا باللباس مدني وبسياره مدنيه. صحيح، كانوا شرطه بالزي المدني، واللي اعتقلونا كانوا مسلحين، وكانوا بلي كاغول، كانوا بلي كاغول، قوات خاصه، يعني كانوا بلي قوات خاصه تاع الشرطه. اعتقلتم، كان فيه قسوه في الاعتقال، دار لكم ليمينوت، رماوكم في سياره من اللور، ثم داوكم للشرطة، الشرطة اللي داو لكم هي لساراغوسا، اللي داوكم شرطة ساراغوسا؟ ايه، داونا إلى قبل ما يحولونا إلى مركز الشرطة في ساراغوسا، حطونا في الأرض في لوطوروت، مجمعين في الأرض ودايرين لنا ليمينوت، وبقاو يفتشوا في الطونوبيل. من بعد ما طولوا في الطونوبيل قال لك نحولوهم معنا إلى مركز الشرطة، سقساوني على الوثائق تاعي، قلت لهم نسيتهم في الدار. من بعد حولونا الى مركز الشرطه، في مركز الشرطه ثاني تعاملوا معايا بقسوه، كان كاين هناك شرطي حوالي فيه 2 متر طول و 2 متر في العرض، تعامل معايا بقسوه شديده، وكان دائما يوبخني ويقول لي انت ما تشوفش فيا. طيب، رحتوا للشرطه، كنت انت وصديقك اللي كنت انت وياه في السياره. قبل ما نتحدثوا على واش صرا بعدها واش صرا في الكوميسارية هذه إلى آخره، السؤال الرئيسي طبعا اللي طرحوه كثير من الناس، من المراقبين، من الأصدقاء، من المتحالفين، من الحركيين، وحتى من المجرمين أو من الذباب، الناس يقولوا لماذا وجد في إسبانيا؟ وهذا سؤال مشروع جدا، يعني أنت واش داك لإسبانيا؟ أنت كنت في فرنسا بطبيعة الحال. طبعا أستاذ، هي ظروف الاعتقال تاعي في فرنسا كانت ظروف تعسفية أيضا، وأنا بصفتي إنسان ومدافع عن حقوق الإنسان ومنتمي إلى منظمة أمنيستي الدولية، منظمة العفو الدولية، ومدافع عن حقوق الإنسان وكشف الفساد، طلبت اللجوء في إسبانيا. لما اعتقلوا محمد عبد الله بتلك الطريقة ورحلوا إلى الجزائر وهو الآن يتعرض إلى تعذيب، رحت إلى فرنسا. فرنسا أيضا اعتقلوني وداروا لي إقامة جبرية. أنا في هذه الإقامة الجبرية كان مفروض علي أني نوقع 3 أيام في الأسبوع حتى يشوفوا لي مكان ويرحلوني الى اسبانيا، يعني كانت مبرمجه الترحيل تاعي الى اسبانيا. بطبيعه الحال انا في فرنسا قعدت في مستشفى، كانت حالتي الصحيه شويه متدهوره، قعدت في مستشفى. حتى في المستشفى اللي كنت باقي فيه في فرنسا كانت الشرطه تطلب من مدير المستشفى انها تدخل دير تفتيش وتشوفني اسكراني ثم ولا ما نستم حقيقه. أنا غادرت من فرنسا نحو بلجيكا، وبعد من بلجيكا إلى البرتغال طلبا للجوء. في البرتغال طلبت اللجوء،
عادي. ايضا قالوا لي نفس الهضره، قالوا لي يطبق عليك قانون رقم 4 للائحه دوبلن انك تتحول الى اسبانيا. لما قالوا لي هذاك الشيء مباشره قلت انا علاش نعاود نبقى في البرتغال، قلت انا نعاود نطلع الى فرنسا ونشوف ربما حظي هناك نكمل الاجراءات تاع اللجوء، لكن كان سوء الحظ هذاك واعتقلونا في سرقسطة. طيب انت تنقلت من فرنسا الى بلجيكا، ثم من بلجيكا فكرت انك تروح البرتغال. اعتقد ان فيه واحد صديق تعرفه اقترح عليك الموضوع. وانت هل ما عدا الصديق هذا اللي انت تثق فيه واقتنعت بالفكره، انا كنت خبرتني قلت لي راك ممكن تروح البرتغال، وانا قلت باللي هذه مش فكره جيده، هل هذا صحيح ام لا؟ ايه كنت تكلمت معاك وقلت لك راني رايح البرتغال، قلت لي ما تروحش، قلت لك هذا خياري وهذا قراري وراح نتخذه انا في طبيب في الاخير راح نتخذه يعني. نعم انا لما شفتك مصر، قلت لك في النهايه هذا ثاني قرارك، قلت لي قراري وراني مصر على الموضوع. انا عارف كنت انت متعب وكنت مجهد عند الفرنسيس وكنت غاضب ايضا من التعامل، لاني نعرف ايضا انهم جاوا حتى للمستشفى وحتى كان في خصومه بينهم وبين الاداره تاع المستشفى في فرنسا، صحيح؟ نعم صحيح، كان هناك بيناتهم خصومه بينهم باداره المستشفى، واداره المستشفى منعوهم من الدخول الى مستشفى باش يديروا تحقيق ويديروا تفتيش اني نكون متواجد تم ولا لا. منعوا البوليس الفرنساوي، قالوا لهم هذا لا نقبل، وصارت ضجه بيناتهم يعني. وانت هذا اللي زاد ضغط عليك اكثر، انا كنت عارف باللي هذا كان ضغط عليك بشده، وكنت انت منزعج ومضطرب، وشعرت بان الفرنسيس حتى المحامي اعتقد انه كان رايه قال لك باللي راح يرجعوك لاسبانيا، هل هذا صحيح؟ ايه المحامي في فرنسا كان تكلم معايا وكان قال لي بانه رايحين الترجيع تاعك العودة تاعك إلى إسبانيا هي 100%. كان قال لي ما عندناش حل آخر وما عندناش خيار آخر غير من أنك تتخذ قرارك وتشوف الحل اللي يناسبك أنت، ما عندوش حل واحد آخر للمحامي في فرنسا. نعم هذا كان رأي المحامي، خاصة بعد أن رفض الطعن اللي كان ضد القرار تاع لابريفكتير تاع البوليس، اللي كانوا يضعوك تحت الإقامة الجبرية والتوقيع 3 مرات في الأسبوع إلى آخره. لما رفض هذا قال لك المحامي باللي فرنسا راح ترجعك تحت أي ظرف، راح يرجعوك إلى إسبانيا، وهذا كان ضغط عليك بشدة. نعم هذا كان ضغط علي بشدة، ولهذا قررت أني أغادر إلى البرتغال طالبا للجوء أيضا، هارب جلدي كما يقولوا في الجزائرية. نعم هو وصار بيناتنا نقاش على قضية البرتغال، لكن انت في النهاية قلت باللي راك مطمئن ومرتاح الى البرتغال واصريت، طبعا كان في النهاية قرارك يعني. طيب انت في البرتغال قدمت لهم طلب اللجوء، ولا قبل ما طلب اللجوء قالوا لك لازم ترجع، ولا كيفاش واش صرا؟ قدمت عن مركز الشرطة لطلب اللجوء، في مركز الشرطة قالوا لي ايه نقبلوا لك طلب اللجوء وعندك الحق انك تقدم طلب اللجوء، لكن غادي يطبق عليك القانون رقم 4 تاع لائحة دوبلن وراح ترجع لإسبانيا البلد الأول اللي استضافك. اوكي في هذه الحالة شفت روحك باللي بدل ما هما يرجعوك لإسبانيا انت قررت انت اللي تروح وحدك، يعني تعاود ترجع لفرنسا. قررت اني نعاود نرجع الى فرنسا، وما كانش طريق واحد اخرى اللي راح نقطعها ابار الطريق اللي تقطع من البرتغال الى اسبانيا، تقطعها في النص وتخرج مباشره في برشلونه. اعتقلت كانت يوم تقريبا 4 تاع الصباح بتوقيت اسبانيا، اخذوكم الى قسم الشرطه، كان هناك بداوا معاكم في التحقيق، وش صرا معاك يعني؟ ما تكلموش معايا الشرطه كثير انايا، وخلوني بليمينوت حتى 9 صباحا. ما تكلموش معايا الشرطه كثير، مباشره حكم فوتو ودخل الفوتو تاعي في الميكرو، جبت كل المعطيات وجبت كل الدوني تاعي، تكلم معايا عاود رجع عندي 8 تاع الصباح، قال لي انت راك طالب اللجوء هنا في اسبانيا ورانا قدم اعطيناك الرفض. قلت له اوكي مش مشكل، قال لي اوكي. قال لي اكسني لا الورق، قلت له قبل ما نسني لك الورق، قلت له من حقي اني ندي محامي ومن حقي اني نجيب مترجم ومن حقي اني نقرا الورق قبل ما نسني. قال لي لا، قال لي ما عندكش الحق انك تقرا الورق. اعطاني غير السطر الاول اللي قريته مباشره، قال لي هيا سني. قلت له ما نسنيش، قال لي ما انت ترفض باش تسني انت مارق. قلت له لا انا مانيش مارق،
ولازم نعرف واش كاين في الورق باش نسيني، ما نقدرش نسيني على روحي ظلمه. ربما تحط لي في الملف انك حكمت عندي 10 قناطر كوكايين كيما خالد تبون، ومن بعد تقول لي بلي هذو تاوعك. ما نقدرش نسيني على حاجه ما شفتهاش. لما رفضت اني نسيني دفعوني مباشره الى الكاردافي، وخلوني في الكاردافي مده يومين حتى جات عندي المحاميه اللي عينتوها انتم استاذ. اوكي، المحاميه اللي تم تعيينها، ما جاكش المحامي اللي داروا دوفيس؟ كان جاك ولا ما جاكش؟ رفضت اني حتى المحامي دوفيس يجي عندي، لاني خممت واش صرا مع محمد عبد الله. جابوا له المحامي دوفيس وجابوا له الترجمان وسرعوا له في الاجراءات. انا الرفض تاع التوقيع تاعي هو اللي اعطاني الفرصه اني نبقى يومين عندهم في مركز الشرطه حتى تجيني المحاميه تاعي. حتى رفضوا انهم ندير اتصال، رفضوا حتى انهم يعطوني نتصل. قلت لهم حتى نتصل بالزوجه تاعي رغم اني متزوج، قلت لهم نتصل بالزوجه تاعي. يعني درت معاهم كل الحيل، يعني قعدت نزيد في كل الحيل حتى باش نزيد نعطل ونزيد نطول البقاء تاعي في المركز تاع الشرطه حتى تعرفوا انتم بلي راني معتقل. نعم، طيب الان فقط باش الناس انت يعرفوا باللي انت راك الان في الساحه نتاع هذا المركز الاعتقال، وراهي كاين شويه مطر. مازال يسقط المطر؟ اشترى مازال طيح ولا شويه؟ مازال كاين شطه طيح. برك باش لانه يشوفوا داير لك الاخر على راسك، والناس ربما ما يفهموش علاش. في هذاك الوقت ما صح، احنا ما كانش ما عطاوناش الامكانيه، انت ما عطاكش امكانيه تتواصل. احنا كنا عرفنا باللي اعتقلت، وكانت بدات يعني الفريق اللي يشتغل ايضا على محمد عبد الله ويشتغل معاك في الموضوع، كان بدا الشغل تماما، وبدات الاتصالات بالمحامين، بدات الاتصالات بامنيستي، بكل امنيستي كانت من الاوائل في الحقيقه. برك باش نوضحوا للناس المتابعين انها دارت تقريبا في منتصف النهار يوم الاثنين، كانت دارت بيان، وهذا يعتبر من اسرع البيانات اللي ممكن تقوم امنيستي، لانك انت ايضا كنت عضو في امنيستي، صحيح؟ طبعاً بطبيعة الحال أنا عضو في أمنيستي انترناسيونال في إسبانيا، ومعروف حتى في أمنيستي تاع بيلباو، وكنت شرفت على تنظيم عدة مسيرات في مدينة بيلباو. ولذلك زملائك لما عرفوا القضية في في فرنسا كانوا متعاطفين معك كثير، وكانوا أيضا داروا رسالة وداروا شهادة معك إلى آخره في موضوع فرنسا، وهذا اللي سهل المهمة فيما بعد. انهم اصدروا ان امنيستي انترناشونال اللي هي الدوليه في الحقيقه مش فقط اسبانيا اللي اصدرت بيان تطالب فيه الاسبان بعدم ترحيلك، وكانوا ايضا اعتقد كتبوا للفرنسيين، صحيح؟ بطبيعه الحال كتبوا رساله الى وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه الفرنسيه، وكتبوا حتى رساله الى وزاره الداخليه والخارجيه الاسبانيه ويطلبوا فيها عدم ترحيلي. وهذه ربما فقط نديرها بين قوسين باش الناس اللي عدوا ناشطين يكون جيد انهم يكونوا متواجدين في المنظمات الحقوقيه، لانك انت كنت قبل تقريبا بعد ما وصلت بست شهور او انضميت لامنيستي، وكنت نشطت معاهم واجتهدت في الدفاع عن المظلومين في بلباو لما كنت مقيم في منطقه الباسك. بطبيعه الحال شاركت حتى في مسيرات مع منظمه امنيستي، وانا شخصيا كنت نظمت مسيرات باسمي، وكنت حتى قدمت اسمي للشرطة، وكنت أنا اللي كنت نقود في المسيرات، وحتى كنت أنا اللي كنت مكلف في أمنيستي في بيلباو في إقليم الباسك، كنت مكلف بالتواصل مع المنظمات الأخرى الحقوقية اللي من بينها سوس راسيزمو ضد العنصرية، وعدة منظمات اللي كنت أنا في تواصل معها باش ننظموا عدة مسيرات. هذه كانت في الغالب ضد العنصرية وضد قضية اللاجئين وقضية المهاجرين، هذا المجال اللي كنت تشتغل فيه يعني. نعم، أنا لما كنت لاجئ معاهم في منظمة أمنيستي ويعرفوني باللي لاجئ ومدافع عن حقوق الإنسان، وكانوا يشاهدوا فيديوهاتي على اليوتيوب، كانوا خصيصا يعطوني نشارك في المسيرات وننظم المسيرات تاع ضد العنصرية وننظم المسيرات تاع حقوق اللاجئين. نعم، طيب الثلاثاء كنت ما زلت في الكاردافي عند في الكوميساريا، الاربعاء وقتاش داوك عند القاضي؟ داوني عند القاضي 3 8 تاع الليل. 3 8 تاع الليل، 3 تاع يوم الثلاثاء 8 تاع الليل. وكان عندك المحامي ولا رحت بدون محامي؟ كان المحامي بدا انا ذاك ولا كان عندي محامي؟ كان عندي المحامي اللي عينته انتم استاذ، اللي عيننا احنا. طيب واش كان قرار القاضي؟ القاضي مباشرة بدا يطرح عليا في عدة أسئلة، وين كنت وين رحت وعلاش جيت وعلاش طلعت وعلاش هبطت وعلاش عطاوك الرفض
وما طرحش عليا الاسئله بتاتا، الاسئله اللي كانت التهم اللي وجهتهم لي وزارة الداخلية الإسبانية ما طرحهمش عليا بتاتا، طرح عليا أسئلة في خصوص اللجوء تاعي، وطرح عليا أسئلة خصيصا على النشاطات تاعي، وطرح عليا أسئلة خصيصا على منظمة أمنيستي. وكانوا النشطاء من أمنيستي كانوا قدموا تعهدات بأني راح، ضمانات بأني راح نبقى في إسبانيا ونقدم طلب لجوء أيضا في إسبانيا، لكن القاضي كان رفض هذه الطلبات وقال لهم بلي هذا يبقى في مركز اللاجئين، رانا خايفين منه أنه يغادر إسبانيا. هل قال لك باللي طلب اللجوء تاعك رفض ولا لم يرفض ولا ما تكلمتوش فيه طلب اللجوء الاول؟ هو استاذ القضيه قالت لي على بالك باللي طلب اللجوء تاعك مرفوض، قلت لها ما على باليش، الشرطه قالوا لي طلب اللجوء تاعك مرفوض، لكن هما كانوا يجبروا فيا باش نسيني على رفض تاع طلب اللجوء، لكن انا ما سنيتش الرفض تاع طلب اللجوء. يعني دائما كانت عندي فرصه اني نقدم طعون ونقدم خاصه طلب اللجوء الثاني، لانه في اسبانيا عندك الحق انك تقدم طلب اللجوء الثاني لما يرفض طلب اللجوء الاول. مع ذلك انت ما وقعت لهمش بانك تحصلت على الرفض، وزياده في الحرص طلبت مره اخرى اني قدمت، قلت لهم تقدم بطلب لجوء ثاني، يعني في حاله ما اذا ترفضوا الاول. ها هذا اللي تم، في حاله ما يرفضوا الاول قدم طلب لجوء ثاني. القاضي بعدين أمر بأن تنقل إلى فالنسيا، لكن وين بت من الثلاثاء الأربعاء؟ وين بت؟ يوم الثلاثاء بت في الغاردافي، الأربعاء صباحا جوا 12 تاع النهار جاوا عندي 2 من أفراد الشرطة مدنيين في سيارة شرطة مدنية وحولوني إلى فالنسيا، درنا 3 سوايع طريق من 12 تاع النهار 2:30 3 كنا في مدينة فالنسيا. طيب وجدت من الأربعة وجدت في المركز، أنا شخصيا نظن كان معك بعض الناس حاولوا يتصلوا، تتصل بي كتابة على الفيسبوك، كان اتصل بي أحد الأشخاص قال لي راهو موجود في المكان الفلاني، خلاص راه هناك. احنا كنا نتابعه بطبيعة الحال بمختلف طرق، كاين بالك جون ما تمكش عارفها مش مهم نتكلموا عليها الآن، لكن الأربعاء كان ما عندكش تليفون، ما كنتش قادر تتواصل مازال، لكن فقط من خلال هل هناك جزائريين معاك في المركز؟ أغلب اللي متواجدين هنا أغلبهم جزائريين، وأغلبهم جايين مساكن في قوارب الحرقة، قوارب الموت اللي راهم يخلصوا عليها أموال باش يموتوا أولادنا وخاوتنا في البحر، ما همش يبحثوا على عيش كريم، إنما هاربين من الدكتاتورية العسكرية متواجدة في الجزائر. كاين جنسيات اخرى معاكم ولا الاغلبيه جزائريه وكاين جنسيات اخرى ولا الاغلبيه الكبرى جزائريين؟ فيهم قصر ولا فيهم كلهم كبار يعني؟ فيهم قصر. كاين اللي سيدي مينار يعني؟ كاين اللي مش محدد لهم العمر بالتحديد، مش محدد لهم العمر، ما عارفينهمش لا قصر ولا دي ماجور. مش متاكدين منهم. شحال راهم في التقريب اللي معاك هكذاك إلا عندك فكرة؟ أما شو كان واحد 40 شخص متواجدين هنا داخل في السجن. هذا هو نفس المركز اللي يعتقل فيه محمد عبد الله، ليس كذلك؟ لا، المركز اللي يعتقل فيه محمد عبد الله هو مركز برشلونة. كان في برشلونة، نسيت أنا شوية. مركز فالنسيا متواجد، مركز فالنسيا متواجد في السونتريفيل تاع فالنسيا. اوكي، اليوم كان البارح طبعا كاش اتصالات، لكن اليوم كانوا وصلوا الجزائريين وقابلت عدد منهم، ما زالوا متواجدين خارج المركز، واعتقد حتى في اسبان الان راهم متظاهرين خارج المركز، صحيح؟ طبعا بطبيعه الحال كانوا اليوم جو اسبان، وجو اسبان خصيصا باش يطالبوا باطلاق سراحي، وجو حتى جزائريين ودخلوا عندي جزائريين وزاروني في مركز الاحتجاز. حوالي 16 حر من وحرة من حرائر البلاد دخلوا عندي وسلموا عليا، والحمد لله المعنويات مرتفعة، وكنت تكلمت معاهم وقلت لهم بلي حتى ولو روحنا إلى الجزائر كملوا أنتم المسير، إحنا اللي درنا في 3 سنوات ربما لو كان يخطونا بمئة عام حبس وما راحش يخافوا فينا. طيب هما شوف، احنا طبعا انت شفت وعشت معنا قضية محمد عبد الله، وانت كنت ضمن الفريق اللي كان يشتغل على القضية ايضا، وخاصة بعد هروبك، يعني لانه كانوا جاو باش يعتقلوك ما لقاوكش، ونعرفوا انهم راحوا عند محمد عبد الله سألوه عليك، وحتى كان غضب يومها قال لهم في السجن تسألوني على صديقي، انتم ما تعرفوا وين راه، وانت في هذيك اللحظات لما تأكدت
بانهم رايحين يعتقلوك. ما غادرت اسبانيا في البدايه، اختفيت من المكان اللي كنت فيه، من السكن اللي كنت فيه، وبعدين لما تاكدت غادرت الى فرنسا، لانه خلاص كانوا رايحين يعتقلوك. الان شاء القدر ان تعاود تدخل لاسبانيا، وان كان ماهوش مقصودك، يعني جات لانه ما كانش طريق واحده اخرى من البرتغال، وراك موجود في اسبانيا. اليوم كتب احد، هذه تاب لك ما طلعتش عليها بالتاكيد، كتب احد الروائيين ومشهورين يعني اسبان، قال في الجزائر، قال انه يدعو الحكومه الاسبانيه الا ترحلك، وكتب اسمك بالاسم، وقال في الجزائر يوجد غاز لكن لا توجد حقوق انسان، فانا اطلب من الحكومه ان لا تفعل، لاننا عارفين وش يوجد في الجزائر. الان المخاطر تاع ترحيلك صراحة قائمة، وقائمة بشكل كبير جدا، لأنك عرفت، أنت شفت واش تم في الطواطئ في قضية محمد عبد الله. ماذا لو رحلت؟ لو رحنا إلى الجزائر أستاذ، وبطبيعة الحال راني بعثت لك فيديو على صفحتك البارحة ليلا، أنا مانيش أفضل من إبراهيم الإعلامي، أنا مانيش أفضل من محمد الجديد، أنا مانيش أفضل من 300 حراكي حرة وحر من حرائ البلاد متواجدين في السجون العصابة العسكرية. إحنا كشباب جزائري ما سرقناش وما نهبناش اموال الشعب الجزائري، احنا رانا طالبين دوله مدنيه مش عسكريه، طالبين دوله عداله، طالبين دوله الحق والقانون. لو رحنا الى الجزائر طبعا سنقبل ذلك بصدر رحب وواسع، وهذا هو ثمن الحريه الذي سندفعه يوما ما، لانه طالبين دوله مدنيه مش عسكريه. انا الطلب الوحيد اللي نطلبه من الجزائريين الاحرار أنه النضال ما يتوقفش على محمد بن حليمة، أو ما يتوقفش عند الأستاذ محمد العربي، أو ما يتوقفش عند فلان أو محمد عبد الله أو محمد بن حليمة، لكن نتمنى من الجزائريين أن يواصلوا مسيرة النضال السلمي الحضاري الذي يدعو إلى التغيير من أجل بناء الجزائر الحق والجزائر القانون، من أجل بناء الجزائر العدالة والجزائر الديمقراطية. بإذن الله. بطبيعة الحال احنا عارفين العصابات هناك، وانت كانوا تواصلوا معك قبل 3-4 أسابيع، أليس كذلك؟ تواصل معي النظام مباشرة عن طريق أسلامه تاع الدي ار اس، وكانوا طلبوا مني أنه يدرجوني في قائمة العفو بشرط أني نسكت ونروح نهز باسبوري وندخل للبلاد يعني بليزونير كما دخلوا خالد نزار، لكن انا رفضت وكملت في المسير تاعي الحمد لله. الحمد لله. وانت كنت درت لهم حتى التسجيلات الى تراي متواجده في تليفوني. راهي عند صديقك التسجيلات هذه، صديقك اللي ما يرسل في الهاتف. خلاص ما لا يسمعنا الان، باش برك تعطيه الاذن باش يبعثهم لي يعني. ان شاء الله استاذ. يعني التسجيلات انت اللي صارت بينك وبين هذا الضابط اللي اتصل بك، لكن انت كنت درت له انا ذاك شرط انت 100 حراكي نظن، واش قلت له؟ قلت لهم تطلقوا 100 حراكي وما نشرطش عليكم انا شكون هما الحراكيين اللي تطلقوهم واللي ما تطلقوهمش، قلت لهم تطلقوا 100 حراكي بشرط اني ندخل. بدا يتخبط، بدا يتهرب، بدا يرفض، بدا ما حبش في نهاية المطاف، لكن أنا أيضا خليته كما راهو، كما يقولوا خليته كما راهو، وما زدتش عاود جاوبته في الهاتف، وعندي التسجيلات أزيد من ساعتين تاع التسجيلات على ما أظن. لأنه كان مصر كثير عليك في البداية، وكان يعتقد باللي أنت ساهل ممكن المانيبيلاسيون تاعك يعني. هكذا واش فهمت أنت منه، وأنت زدت خليت له الانطباع يعني، طولت له الحبل يعني. كاين حتى وين في لحظات كانوا يطلبوا مني حتى اني نهاجمك واني نتهجم عليك واني نكون ضدك، واني يعني خرج اكاذيب كما المتنطعين وكما الناس اللي عندها دي ريغلومون كونت وحابه شغل الاستاذ دائما تحطك انك انت هو السبب، يعني كانك انت هو اللي نهبت اموال الجزائريين وانت هو اللي نهبت اموال ماشي اشكال، انا موافق الجزائري وانت هو اللي كفر، انا موالفين عليهم، لكن هو كان حب يديرك في هذا الاتجاه يعني، لو كان تقدر تديرها يعني، حب توري له، انت حب توري له باللي راك موافق يعني. الان ربما ما تقولش نفسك انت لو كان غير قبلت العرض نتاعهم ودخلت هكذاك، على الاقل ندخل باسبوري وما نتعذبش وما ندخلش للسجن،
اما راك بالنسبه لك القناعه كامله انك رفضت هذاك، ولو رحلت ما ماكش نادم يعني؟ لو ارحل لست نادم، والسجن اهون الي من انهم يحطوني في بليزونير وندخل مثل خالد نزار. انا مواطن جزائري عادي وعسكري وطالب بدوله مدنيه. هذه اللي ازعجتهم كثير فيك انت ومحمد عبد الله، خاصه انك مع عسكريين ومعاه مبدا دوله مدنيه مش عسكريه، فهذه بالنسبه ليهم طبعا اثرت كثير، واثرت كثير في العسكريين اللي شافوا عسكري هو يطالب بدوله مدنيه ويترك منصبه، وهذه جنت العصابات وخلاتهم يركزوا عليك انت ومحمد عبد الله بشكل استثنائي. والان انت تعرف ان تنازلات كبيره في قضيه محمد عبد الله للاسبان، في قضيه الغاز، في قضايا كثيره، وطبعا ممكن تدخل انت في الصفقه. خليني أعطيك معلومة وصلتني من مصدر موثوق اليوم، وهذا المصدر يقول بأن الترحيل تاعك، العصابة تقول بأن الإسبان راح يرحلوك يوم السبت والحد تكون في الجزائر. هذا إذا تأكد هذا يفضح التواطؤ الإسباني، بمعنى أن المخابرات الجزائرية قالت لأحد الناس اللي ظنوا أنه ربما تبقى عنده فقط من أنك ترحل والحد راك في الجزائر. هذه ضربة كبيرة للإسبان، لأن المعلومة عنده. بالمناسبة كان خرج الذباب، واحد انت المجرم هذا اللي هنا في بريطانيا، وقال قبل ما تعتقل انت، هذه انت بالك ما تعرفهاش، انك نعطيها لك واعطيني تعليقك. قبل ما تعتقل انت اعتقلت نهار الاثنين على 4 تاع الصباح، هو على حساب المساعد كتب لي انه وضع في الفيسبوك نتاعو او في اليوتيوب او مش عارف وين كتب بان في خبر راح يزلزل مانيش عارف جماعه الخونه كما يسموه الاحرار هما، وكتبوا على 9 تاع الليل يوم الاحد، بمعنى انه قبل اعتقالك بحوالي 7 ساعات كان الذباب تاع المخابرات على الاقل احدهم وربما اكثر من واحد كان عندهم خبر بان تعتقل. ماذا يعني هذا في رايك انت؟ يعني انا ما نكذبش عليك استاذ، انا على بالي بلي كاين تواطؤ ما بين الدول، راهم يساندوا في نظام عسكري، نظام ديكتاتوري، مئات الاسكات المعارضة الحقيقية، المعارضة السلمية اللي راهي طالب بالتغيير وطالب بالدولة المدنية. يعني بالنسبة لك ما استغربهاش؟ ما استغربهاش أستاذ، لأنهم هما دائما هذه الأنظمة الغربية اللي تتغنى بالعدالة وتتغنى بحقوق الإنسان، هذه دائما تساند الدول الدكتاتورية، حتى تبقى الدول الدكتاتورية في تخلف، دائما يبقوا يستخدموا في مصالحها، ويبقوا هاد الدكتاتوريين اللي راهم حاكمين بلادنا يبقاو ينهبوا في الاموال ويجيبوهم هنا ويهربوهم هنا ويعيشوا بهم هنا ويديروا بهم الانفستيسمون هنا، في حين انهم مثلا الان مواجهين الروس لانه غزا اوكرانيا، وطبعا هو غزو ظالم، لكن لما كان الاوكران ما كاش مشكل، دافعوا عليهم بقوه وراهم يتلقوا في المهاجرين بالملايين، لكن فيما يخصنا احنا ويخص شعوبنا ودولنا ما عندهمش، ثم تتغير الموازين، يعني تتغير المعطيات، تولي باللون والبشرة. وحتى شاهدنا في البي بي سي كان يقول لهم هادو مسيحيين مثلنا، هادو بشرتهم بيضة وعينهم خضرين وشعرهم صفر. للأسف يعني قضية التعامل بهذه الطريقة نفاق حقيقي يعني، والكيل بمكيالين. طيب بطبيعة الحال الأحرار الآن راهم كاين في عدة، هذه أيضا نعطيك هذه المعلومة ربما ما عندكش، في عدة مدن، أو ربما اللي تلقاوك اليوم قالوا لك على في عدة مدن. كان في مظاهرة اليوم، في كانت أول أمس مظاهرة في باريس، بالمناسبة يوم 3 كانوا تظاهروا خوتنا في باريس بالرغم أنها كانت بسرعة يعني، وكاين مظاهرة كانت اليوم أمام كاين مظاهرة في موريال، كاين مظاهرة أيضا يوم السبت في موريال، كاين مظاهرة في جنيف يوم السبت، كاين مظاهرات غدوة في الجمعة مش متذكر المدينة، بريكسل في الغدا، وأيضا ربما في باريس يوم الأحد، وهذا كلهم رافعين الصور تاعك وتاع خونا محمد عبد الله وإبراهيم الإعلامي خاصة، ولكن هذه المرة أكثر عليك أنت يعني. هل هذا أنت بالنسبة لك أمر تتوقعه؟ وماذا تقول لهؤلاء؟
انا نتوقع من الاحرار، نتوقع من الاحرار والحرائر البلاد اللي عايشين خاصه في الخارج وخاصه اللي عايشين في الداخل، نتوقع منهم اكثر من هذا الشيء، لانهم عودونا دائما بالوقافه تاعهم، بالخرجات تاعهم، وعودونا حتى بالمسانده تاعهم المعنويه والنفسيه وحتى بالكلمه طيبة. نتمنى من الاحرار والحرائر اللي يحبوا البلاد يوقفوا معانا في هذه اللحظه اللي رانا فيها، حتى لو رحنا الى الجزائر ما يتوقفش النضال ويكملوا النضال السلمي من أجل التغيير ومن أجل إقامة الدولة المدنية في الجزائر، وهذه الدولة المدنية هي اللي تزعجهم. يعني حتى لو روح محمد بن حليمة يكمل النضال، واصلوا النضال تحكم، الآن رانا بين أيدي الإسبان، حتى لو روحنا إلى الجزائر نتمنى من الجزائريين أنهم يكملوا النضال تحكم السلمي ويرفعوا عاليا شعار الدولة المدنية مش عسكرية، ويتوحدوا. طبعا اللي يقدر يعاون او يقدر يوقف او يقدر يخرج او يقدر يندد او يقدر يتظاهر سلميا امام القنصليات وامام المراكز وامام الهيئات الأممية من اجل مساندة قضيتي، هذا شرف وهذا فخر لي، ان الجزائريين الاحرار والحرائر يرفعوا صورتي ويتضامنوا معايا وحتى يوصلوا صوتي. وحتى نقول لخوتي الجزائريين، حتى لو رحت الى الجزائر كملوا المسيرة عن النضال تاعكم وكملوا، لأنه قضيتكم وقضيتي وقضية كل المعتقلين في الجزائر هي قضية عادلة وقضية دولة مدنية مش عسكرية. دولة مدنية مش عسكرية بإذن الله، دولة مدنية مش عسكرية. طبيعة الحال راك تعرف وراك اشتغلت مع خوتك اللي في قضية محمد عبد الله، وأيضا في قضيتك منذ أن اعتقلت في فرنسا، وعرفت أن كيف تتخذ القرارات، وانت راك شاهد يعني في الفريق هذا، وكنت ايضا تناشط في البدايه على محمد عبد الله، ثم اصبحت انت قضيتك ايضا اضافه الى قضيه محمد عبد الله. هل فيما شفت يعني في القرارات كيف تتخذ داخل الفريق، هل عندك ملاحظات؟ هل انت ذاك ممكن لا قدر الله بدايه الحال يعني الجزائريين الاحرار كلهم سيعملون المستحيل باش من لن ترحل، لكن الان راك في النهاية راك في أيدي سلطات الدولة، عارفين حكومة، عارفين أنها متواطئة مع العصابة، هل عندك شيء تقوله أو تنتقد الفريق اللي اشتغلت معاه وتعاملت معاه؟ هل عندك حاجة في هذه اللحظات يعني؟ أنا الفريق اللي عامل على قضيتي وعامل على قضية محمد عبد الله وعامل حتى على قضية العديد من الأحرار والحرائر الجزائريين وجه له تحية، ما عندي حتى انتقاد لهذا الفريق. بطبيعة الحال كاين أشخاص يحوسوا يصطادوا في المياه العكرة، أشخاص بطبيعة الحال محسوبين على الأحرار والحرائر، محسوبين على الحراك بطبيعة الحال، حابين دائما يضربوا في المصداقية تاعهم، حابين دائما أن يكون كاين سبق، حابين أنه دائما يكون كاين هناك الحصري، حابين يعني أمور يندى لها الجبين. في كاين ناس اللي مشي لاقيه واش تاكل، كاين ناس اللي في اضرابات عن طعام في السجون، كاين ناس اللي مهدده بالترحيل، كاين ناس اللي تعرض للتعذيب، كاين ناس اللي تعرض للاختصاص في السجون الجزائريه، كاين ناس تحوس على الحصري باش ينشر عنده او ما على باليش، كاين ناس تطعن في ناس اخرى باش تفقدوا المصداقيه او انها تحاول تضرب العمل الجماعي بوحده يكون عنده صدى ويكون عنده يكون عمل ايجابي. لكن هما دائما يحبوا يصطادوا في المياه العكرة. انا هذا الفريق اللي يخدم على قضية محمد عبد الله او راه يشتغل على القضية تاعي الان، نوجه له تحية ونقول له بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم، سواء كانوا نساء او رجالا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. وطبيعة الحال كاين ناس اللي داخل الفريق، وكاين ناس حتى خارج الفريق، وكاين ناس اللي كتبوا مقالات، كاين ناس اللي حتى في القضية تاعك، في القضية تاع محمد عبد الله، بالرغم وكان دائما تعاون الحمد لله انك ما عندكش حتى انتقاد او لان هذا مهم جدا، لانه احنا ما نحبوش نتكلموا على انفسنا او على العمل اللي يتم، لكن لما يكون خاصه وانت في هذه الاوضاع وانت ممكن لا قدر الله ممكن ما نزيدوش نلتقوك، كل شيء ممكن، واحنا صراحه رانا نشتغلوا على السيناريو الأسوأ، والسيناريو الأسوأ هو انك قد ترحل، ولذلك رانا نشتغلوا باش يكون ضغط شديد على الحكومة الإسبانية باش ما تعاودش ترتكب جريمة أخرى ارتكبتها مع إبراهيم الإعلامي، وخاصة مع محمد عبد الله اللي كان عنده 3 سنوات في إسبانيا، واللي ممكن تزيد ترتكبها معاك يعني. والشيء العجيب أنه بومدين الدكتاتوري اللي ماناش مختلفين أنه كان دكتاتوري، استقبل إسبان هاربين من فرانكو، من جنرال فرانكو، وهذه الحكومة اللي تقول أنها ديمقراطية تسلم جزائريين أحرار
الى 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 عصابات، وقيل راه المطر ينزل بشده عندك. سمعتك شو استاذ؟ ايه هذا هذا وقيل الرعد هذا. لا راه عندهم حفله هنا في فالنسيا. عندهم حفله زادوا داروا لنا ازعاج يعني. ايه خلاص معليش شوف ما نزيدش انا عارف باللي راك في وضع ماهوش مريح، ما نزيدش نطول عليك. وان شاء الله نزيد يكون عندنا لقاء غدا او بعد غد، ان شاء الله يكون عندنا لقاء اخر. ان شاء الله ان شاء الله غدا ان شاء الله يكون عندنا لقاء استاذ. ان شاء الله الله يبارك فيك، شكرا لك. ان شاء الله الله يبارك فيك، امسيه سعيده. السلام عليكم ورحمه الله. وانت اسعد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.